السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل من تتابع هذا الفيديو. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتحياتي لجميع المتتبعين. اليوم إن شاء الله حبيت أن هذا الفيديو يكون على العروسة وعلى المسائل ديال العرس. فمبروك بعدا لكل عروسة وعريس، والله يكمل بالخير، واللي مازال ما تزوجات الله يسهل عليها ويفرحها يا ربي، واللي عروسة الله يجعل سعدها أحسن منها يا رب. فاليوم جبت لكم بعض النصائح وبعض الوصفات اللي غادي يفيدوكم في هاد الليلة ديالكم، ليلة العرس، ويقدروا يفيدوكم حتى بعد العرس إن شاء الله، باش كل شيء يدوز على خير وبخير. من بعد هذه الوصفات عندنا واحد التحصين، تحصين ضد السحر والعين. فضروري ضروري العروس تحصين ضد العين، سواء العروس او العريس. الناس اللي تيبقاو شويه يتفلسفوا ويقولوا لي راه احنا مال النصارى ما عندهمش العين وهذا الشيء، تنقول لهم النصارى ما عندهمش حتى العينين اللي تيشوفوا فيهم، راهم ماشي بحال العينين اللي عندنا حنا. والطاقه اللي تتخرج وتتسلط على العروس راها واحد الطاقه خبيثه. كاين الناس اللي كيشوفوا بالعين ديال الرحمه والبركه، وكاين الناس اللي كيشوفوا بالعين القبيحه والخبيثه والعين الخايبة. لهذا فضروري ضروري من التحصين عاد باش ندوزو نديرو العرس ديالنا. ندوزو دابا لأول وصفة. أول وصفة هي خاصة بالنهار ديال الخطوبة. فملي يجيو الخطاب يخطبو ويديرو العشاء الأول، تكونوا دايرين العشاء الأول ديال الخطبة، غادين ترشوا المكان فين تيجلسوا، فين غادي يجلسوا الناس بحبه حلاوه. ترشوا المكان اللي غيجلسوا فيه، وترشوا حتى المنزل كامل، والعتبه حتى هي رشوها بحبه حلاوه. غير شويه شويه راها ما تتبانش، راها صغيره الحبه ديالها ما غاديش تبان. رشوا المنزل ورشوا خاصة المكان اللي غادي يجلسوا فيه الناس، هادي باش تتحلاو في عينين الخطاب وتعجبهم الحال وتفرحوا، وكل شيء الأمور تدوز على خير وبخير. هادي وصفة زوينة بزاف خاصة باليوم ديال الخطوبة. هاد الوصفة الثانية هي نصيحة بخصوص زلافة ديال حنة العرس. زلافة اللي تتحني منها العروسة ما خاصهاش تقلب. هذه نصيحة. رشحل من عروسة من اللي تكفات زلافة ديالها أو تقلبات راها ما خرجتش تولد، لهذا ما تكفيوش زلافة. خليوها كيف ما هي، غسلوها بشويه ديال السكر وماء زهر وخبيوها محطوطه نيشان، ما تكفيوهاش وما تقلبوهاش. هذه راها نصيحه على حنه، على عفوا زلافه ديال الحنه. ونصيحه واحده اخرى، الحنه اللي تتكون في يدين، نصيحه هذه للعروس، الحنه اللي تتكون في يديها فما تخليهاش تبقى تفرتت في كل بلاصة. فالدنيا كتكون مخلطة في العرس، ما تعرفيش شنو يمكن يوقع وشنو يمكن يديرو بهذيك الحنة، لهذا تبقاي في بلاصتك حتى تجمعي ديك الحنة ديالك. واحد نصيحة واحدة أخرى بالنسبة للدار ديال العرس، الدار اللي غادي يكون فيها العرس، بخريها بالحرمل والعرعر ورشي فيها شوية ديال الملحة الحية. والطوموبيل كذلك، السيارة اللي غتروح فيها
العروسة كذلك نرميو فيها شوية ديال الحرمل، شوية العرعار والفاسوخ، وثلاثة الشوكات ديال القنفذ. هادو مسائل اللي ضروريين ومسائل اللي زوينين باش يداروا العروسة، هادو ضروري ضروري يداروا. واحد الحاجة عاود بالنسبة للدهاز، الدهاز ما تمسوش المرأة المطلقة او المرأة الأرملة او المرأة اللي سعدها ما عندهاش السعد في الزواج، وهذا من الأحسن ما تمسش هذيك المسائل اللي خاصة بالعروسة والدهاز ديالها، ما تقربش ليه. فهذه كنصيحة، راها حتى هي نصيحة مزيانة. بالنسبة للحبل ديال الضروبة، الحبل اللي تيجيبوا به الضروبة، الذبيحة ديال العروسة، ردوا ليه البال، فراه تيستعملوه باش يتقفوا به العريس. هذه راه وقعات شحال من مرة، لهذا فهذاك الحبل ديال الضروبة هو الأول، حيدوه وخبيوه، ما تخليوهش قدام الناس. هاد الوصفة هادي اللي نعطيكم دابا هي وصفة ديال التمر اللي تياكلو العرسان. فهاد هاد الوصفة هادي غتعملها العروسة العريس ديالها. غادا تجيبي تمرة من التمر اللي غادي يتقدم ليكم، بعد ما تكوني وجدتيها سواء بالعقدة أو تمر عادي، وديريها تحت قدمك وتقولي درتك تحت قدامي ما تسمع غير الكلامي، تقوليها 7 ديال المرات وتبقاي عاقلة عليها، ما تلفش لك وسط التمر الآخر، تكوني عاقلة على هذيك التمرة، وهذيك التمرة هي اللي غدا توكليها له في العرس ملي تقدم ليكم التمر والحليب، هذيك هي التمرة اللي غدا تقدمي ليه. هاد النصيحة اللي نعطيكم دابا هي بخصوص الحذاء ديال العروسة. يوم الدخلة توقف العروس الحذاء ديالها على الحيط، يكون جهة الأصابع تكون لتحت والكعب يكون الفوق. هذه باش كلمتها دايما تتكون الفوق، ودايما كلمتها هي اللي كاينه. هذه بخصوص الحذاء ديال العروسة. واحد النصيحة أخرى بخصوص الحنة، الحنة اللي تدار في السريرات واللي تتفرقوها على الناس، هذه الحنة هذه ما تعطيوهاش لأي واحد، اعطيوها غير الناس اللي قريبين منكم والناس اللي تثقوا فيهم بزاف، حيت كاين اللي تيدير بها اعمال الشر. هاد النصيحة هادي العروسة، العروسة ملي تكون غادا باش تبرز باش تدخل عند الناس، فملي تلبس تلبسها النقافة وتقاد ليها وداكشي، ملي تكون خارجة تقرأ آية الكرسي 3 المرات وتقول الله أكبر 7 ديال المرات ملي تكون غادا تبرز. وتحت المرتبة اللي تجلسوا فيها العرسان خلاص نكونوا راشين شوية ديال الملحة الحية. بعد ما عملنا هاد النصائح وهاد الوصفات الخاصة بالعرس، ندوزو دابا نشوفو التحصين اللي يمكن هذا التحصين هذا كما يمكن ديرو العروسة، فالعريس كذلك يمكن ليه يدير تحصين. والتحصين راه ضروري وأساسي جدا. كيفاش الطريقة ديال هذا التحصين؟ تتجمعي الكفين ديالك بحال اللي غدا تدعي، وتقراي فيهم آية الكرسي مرة واحدة، والإخلاص 3 مرات، والفلق 3 مرات، وسورة الناس 3 مرات، وتنفتي في يديك 3 ديال المرات،
وتمسحي بيديك الجسم ديالك كامل من راسك حتى لرجليك. ملي تديري هاد الشيء تتقولي: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تتقوليها 3 ديال المرات. ومن بعدها تتقولي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تهي تتقوليها 3 ديال المرات. وفي الأخر تتقولي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حتى هي 3 ديال المرات. وهاد الشيء اللي قلت لك دابا تتستمري عليه، هاد الأذكار هادي تتستمري عليها طيلة أيام العرس ديالك، وتقدري ديريها حتى بعد العرس، راها زوينة بزاف. وهذيك الأيام ديال العرس يوميا تفطري ب7 ديال التمرات، تاكليهم 7 تمرات عاد تفطري، فحتى هما تحصين ووقاية من العين. هذا هو التحصين اللي زوين زوين بزاف بالنسبة للناس اللي عندهم الأعراس ديالهم، سواء كنتي امرأة أو كنتي زوج يعني العريس، راه كيصلح للطرفين. فهذه هي وصفات الأعراس، البعض منها. فعافاكم، حضيو المسائل ديالكم، حضيو حويجاتكم بالنسبة للعروسات، حضيو حويجاتكم ديال العرس، وحضيو جهازكم، وحضيو الحنة ديالكم، على الخصوص الحنة ديالكم اللي تتكونوا عاملينها في يديكم، والحنة اللي تتشيط عليكم ملي تتحنيو. فما تقولوش هذه راها بدع او هذه غير حاجة اللي، فكل شيء حق، فالسحر حق والعين حق وكل شيء حق. لهذا نرد البال لمسائل ديالنا ونكونوا فاطنين بالمسائل ديالنا. هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم، وشكرا لكم كاملين، والله يسهل عليكم كاملين. وما تنساوناش من الدعاء ديالكم، وتنتمنى انكم ديروا لايك للفيديو الى عجبكم طبعا. وبالنسبة للناس اللي بغاو يتابوناو في القناة الثانية، فالرابط غادي نخليه لكم اسفل الفيديو. وشكرا للجميع.